كثير ناس بحبوا انه يغيروا بديكور بيتهم لشي بيتلائم مع حالتهم النفسيه والمزاجيه، خاصه النور لما بصير تبدل فصول. يعني عن جد الواحد بمجرد انك شلتي السجاد مثلا صرتي هيك تظبطي بس كم شغله، ولو هيك تعديلات بسيطه، انك تلاقي افكار جديده ممكن عن جد تساعد بانه هيك تغير شوي من ديكور البيت بمجرد دخول الفصل الثاني. يعني الحمد لله انت بتحسي بهذا الشعور. طبعا طبعا احنا بنحب الشتويه بنحس بشعور التغيير. ايه الحمد لله يا رب. لا يا نور، لهيك ديكور المنزل من اكثر العوامل يلي بتاثر على الحاله المزاجيه والصحه النفسيه بشكل عام. لهيك وعند اقتراب فصل الصيف او الربيع بتحتاج لست البيت لبعض الافكار البسيطه الغير مكلفه يلي بتجعل عناصر الديكور ببيتها اكثر راحه واناقه. لنعرف اكثر عن الديكور المناسب لهي السنه وشو هي الالوان الدارجه كمان يلي تعمل على تحسين الحاله النفسيه وتخليها مريحه، رح يكون معنا مهندسه الديكور راما كيال. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. صباح الخير راما. صباح اهلا وسهلا فيكي معنا. يعني حنعطي هلا كثير خيارات، شيء للي حابب يعمل تغييرات بسيطه وشيء اللي قدران انه يعمل تغيير نوعا ما خلينا نقول هيك جذري. خلينا نبدا من نحن هلا فايتين على ربيع على صيف، هي التعديلات اللي نحن لازم ناخذها بعين الاعتبار لما نطلع من الفصل الثاني، شو هي بتكون؟ هلا اول شيء عالم الديكور عالم كثير كبير، فنحن عندنا خيارات واوبشنز كثير واسعه بين ايدينا. بالنسبه اذا بدنا نبلش نفوت مثلا بغرف القعده الجلوس اللي هي اكثر شيء بيصير تغيير فيها لست البيت كثير بتحب تغير فيها، فانا فيني فورا بدل لما ادخل من فصل لفصل، بدل من الالوان الغامقه للالوان الفاتحه. يعني مثلا انا عندي فينا نستخدم بالشتاء الوان البوردو الالوان الغامقه، ساعتها بدل لا بالالوان الفاتحه مثلا مثل البيبي بينك البيبي بلو الوان الباستيل الاكوا التيفاني، فهي عم تعطي تاتش كثير حلوه وهيك خلص تعطيكي روح انك انت فايته على الصيف. صح تمام. وغرفه الجلوس او اذا فينا نقول غرفه القعده يعني هي محط انظار كل سيده بالبيت، انه انا يعني هي اكثر شيء بتلفت نظر، فانا اكثر شيء لازم غير وعدل فيها. طيب اذا هي مو بالامكان ممكن احنا نغير الالوان بتنجيد مثلا ممكن الكنبايات او الفرش الموجود، شو ممكن تغير تبدل تعدل ممكن بالقعده ممكن بقصص ثانيه لحتى فعلا تحس انه انا خلصت من فصل الشتويه شلت السجاد فاتت على فصل الصيف؟ يعني لازم احس هيك براحه نفسيه، روح جديده روح جديده. هلا ليكي في شيء كثير شغلات بسيطه نحن فينا نلعب فيها بتعطيكي انه انت كانك اشتريتي غرفه جديده حتى لو ما نجدنا. يعني نحن فينا نستبدل الكاشنز القديمه، نحط كاشنز مثلا بالوان جديده. انا فيني احط مثلا على الطاوله مثل كاندلز دارج كثير، فيني احط مثلا الشموع الورد الفاتح، فيني حتى يعني اذا ما بدها تدهن الغرفه انا فيني احط ويل بيبر عليه ورد يكون 3D، فيني للمرايا. فهي الشغلات كمان بتعطي هيك روح جديده للغرفه، وانه بتكون عملت تاتش جديد بدون هي ما تكسي بدون هي ما تنجد بدون ما تغير اي شيء بدون ما تتكلف. ايوه طبعا اكيد. تمام. هلا بكل موسم بيجي فبنلاقي فورا في مثلا الوان هي بتكون، هلا انت ذكرتي انه بشكل عام الالوان اللي هي بتكون فاتحه فنحن بنروح لها اكثر، بس في الوان بتحسيها هي لون هذا الموسم. مثلا بتذكر مثلا السنه الماضيه او شيء كان مثلا الرمادي مع الاصفر او شيء، فانه صار يعتمد صرنا نشوفه بكثير. هلا لك في هيك شيء ثابت؟ هلا هي الصيفيه كثير دارج وكثير مطلوب لون بجنن بياخذ العقل اسمه فيري بيري، هذا اللون الموف المخلوط مع ازرق عم يعطي عم يعطي يعني مع لون السيلفر شيء بجنن، يعني عم يعطي لون كثير انوثه كثير طاقه بالمكان، عم نستخدمه كثير لغرف نوم الصبايا، عم نستخدمه بالكلينك اللي بخص كمان موضوع البيوتي للنساء، فهذا اللون كثير دارج وكثير مطلوب هي الصيفيه حتى بالبرندات عم نستخدمه. تمام. كزينه. تمام. يعني بس هلا اللي بقى مثل ما قالت ايه اللي عمل الموترد او الاصفر مع الرمادي يعني خلص بده يضل عليه لحتى نقدر فعلا نغير، مثل ما عم نشوف نحن اسعار دائما عم تطلع يوم بعد يوم. يعني اذا كان قدرنا بسنه من السنين فعلا نغير ونحدث ونطور ونكون مودرن، يعني هلا صارت شوي خفيفه وبسيطه. الصالونات اللي ممكن تكون مساحتها ضيقه وانا فرشي كبير، شو لازم اعمل؟ شو دخل الوان؟ شو الغي الوان لحتى فعلا وقت حدا يفوت لعندي وانا كمان تكون قاعده حس مساحتها كبيره واسعه؟ لانه اذا كان فيها اثاث فعلا غابه بتحسيه انه صار ضيقه كثير، بضيق خلقك، بتعصبي، اجوا ضيوف، ما بتحسي بوسع، شو لازم تعمل؟ هلا نحن هون لازم نفوت بقى بلعبه الخدعه البصريه اللي نحن بنسميها. اهم شيء تكون عندي الارض فاتحه، واذا كان عندك البلاط غامق نحن بنستخدم سجاد فاتح، بنحاول يكون الدهان لونه فاتح، كمان بنحاول نستخدم ويل بيبر
الديكور يكون 3D، هذا بيعطي انعكاس للنظر. بحاول احط مرايا، اذا عندي الغرفه طوليه انا بحط رفوف بالعرض، كمان عملت خدعه بصريه انه الغرفه تعطي وسع بشكل عرضي. فيني استخدم الاناره المخفيه تحت الكنب، هي بتعطي كمان مدى للعين ورياحه للنظر. هي الشغلات بمجموعه بتعطي انه انت كانك فتي على الغرفه، اذا كانت الغرفه مساحتها مثلا 6 امتار انت كانك فايتي على الغرفه مساحتها 9 امتار. خدعه بصريه بامكانها انه نحن تخلينا نحس إنه فعلا ان هي شرحه ومرتاحه. وبنستخدم الكورنرات، يعني ما فيني استخدم كنبي اللي بيجي مثلا ثلاثيه مع ثنائيه مع مفارد. لا، انا بستخدم كورنر مع كاشنز، فيني احط شازلون. هاي الشغلات لا، اكيد بالغرفه بدها تبين مساحتها اوسع من الشغلات اللي كنا حاطينها. تماما، يمكن لسه في حيل، يعني عالم الحيل كتير. بقى هو عالم لك واسع. الاوبشنز بعالم الديكور مستحيل يخلصوا، هو عالم ما له مقيد نهائيا، يعني طول ما انت عم تنزلي على السوق وعم تتابعي وفي نت موجود، انت عم تتابعي كل شيء ابديت جديد عم ينزل، فما له محصور نهائيا. تمام، يمكن هلا المكان اللي اكثر شيء بنحب نقعد فيه لا بالصيفيه مثلا وعلى الربيع البلكون اذا عنا او الجنينه مثلا، وهي عن جد المكان الشرح مثل ما بنقول بيكون بالبيت اللي فيه الناس عن جد تحب تعتني فيه بشكل انه ينعكس ايجابا على نفسيتهم. خلينا نحكي سواء انا عندي جنينه بالبيت، شو ممكن اعمل تغييرات بسيطه؟ شو بتنصحينا نزرع؟ شو نعمل لحتى يعني نحليها اكثر ننبسط فيها اكثر؟ او لو عندي انا بالكون هلا، اول شيء اذا انا عندي حديقه او برندة بالمنزل، فانه انا لازم احس حالي انه انا عندي طابع ثاني بالبيت، يعني ما تكون الارضيه بلاط اهم شيء ولا سجاد، احس حالي انه خلص طلعت على الشارع. فعم نستخدم نحن الكازون الرول الصناعي، هذا عم نحطه بارض البرندة، او في بتجي مثل قطع الباركيه الخشب، هي بنركبها بالصيف مثلا، نحن فينا نفكها بالشتاء. عم نستخدم كمان الالوان، مثلا فينا نعتمد الخط الحيادي بالفرش اللون الابيض، نستخدم الكاشنز الالوان البرايت، الفوشيا، التركواز، اليالو، يعني هي الالوان الصاخبه من نوعا ما. فينا نستخدم الكاندلز، المراجيح، هي الشغلات مع الوان ملونه عم تعطي كمان كانك انت طلعتي شو بدي اقول لك من عالم ثاني، يعني كانك مالك قاعده ببيت. عن جد تماما، يعني مثل ما قلتي فعلا عالم الديكور هو عالم كبير وواسع، تقدر ست البيت مثل ما قلتي تكون ابديت دائما لحتى تعرف كل جديد وتحاول تغير من الشغلات الموجوده عندها وفعلا تبدل وتحس بالراحه. شكرا كثير على المعلومات اللي قدمتيها، يعطيكي الف عافيه. ميرسي كثير على هالاستضافه الحلوه. شكرا كثير. شكرا لك. Happy.